ونحن هنا في دولة الإمارات يجب علينا فوق الواجب الشرعي من أداء الحقوق رد جميل. ينبغي علينا وفاء وكرما أن نرد شيئا من الجميل لولاة أمرنا. أما أعطوا؟ أما تعبوا لترتاحوا؟ أما سهروا لننام؟ أما بذلوا لنسكن؟ أما دعمونا في أفراحنا المسكن؟ من عندهم يعطونك. العرس الجماعي قائم ويدعمونك بعد ما تتزوج وتعقد عونية العرس، بعد ما تتزوج طلب البيت، وبعد ذلك تطلب أرض، وأنت في مركب ووظيفة وراتب طيب، اكتملت لنا السعادة أحبتي. من سعادة المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيت الواسع والمركب الهني والمرأة الصالحة والجار الصالح. من أصبح منكم آمنا في شربه عنده قوت يومه معافا في جسده فكأنما حيزت له الدنيا. فينبغي علينا ويجب علينا أن نرد شيئا من الجميل لولاة أمرنا بالدعاء لهم، بالثناء عليهم، بالذب عنهم، بالعمل بصدق ووفاء وأمانة في مواطننا وأماكننا، أن نكون لهم أعينا ساهرة، أن نعاونهم في رد الفساد بالتعاون مع الجهات التي ترد الفساد، بنشر الخير وإصلاح الأسرة في البيت.